عقب ختام مفاوضات سد النهضة، واشنطن تصيغ الاتفاق في صورته النهائية لعرضه على مصر والسودان والسودان وأثيوبيا في غضون أيام. سقوط 7 قتلى جراء قصف صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. وبدو فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن لمناقشة قضايا السلم العالمي. أهلا بحضراتكم، نشرة الأخبار المفصلة. اختتمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مناشن وحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي في بلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على دول 3 في غضون الأيام القلائل المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيع قبل نهاية شهر فبراير الجاري. وقد أعربت مصر عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية، خاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب، وأفضى إلى التوصل لهذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول 3 ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها، وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. كما ثمنت مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات. أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن رفضه الشديد لتصريحات صادرة عن البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين. وقال الدكتور عبد العال إن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية، فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وعلى إجراءات سير العدالة. وقد استنكر عبد العال استباق البرلمان الأوروبي الأحداث والافتئات على سلطات النيابة العامة المصرية المستقلة، معربا عن دهشته من أن مضمون هذه التصريحات يتضمن حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائما بأهمية احترام سيادة القانون. وعبر دكتور عبد العال عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحاته على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد المصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، مشددا على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز. نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. كما نفى مجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم. إلى شأن الإقليمية، أفادت مصادر المعارضة السورية بمقتل 7 من قوات الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي على سوريا. كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان المحتلة. قصف إسرائيلي جديد على أهداف في العاصمة السورية دمشق يسفر عن سقوط قتلى وجرحى،
وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا أعلنت تصدي الدفاعات السورية لعدد من الصواريخ المعادية مصدرها الجولان المحتل قبل وصولها إلى أهدافها في دمشق، لكن مصادر المعارضة السورية أفادت بأن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 7 عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن القصف استهدف مواقع قرب مطار دمشق الدولي. ومنذ اندلاع الصراع السوري عام 2011 نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات في سوريا قال إنها استهدفت مواقع تابعة لطهران ولجماعات متحالفة معها، منها جماعة حزب الله اللبنانية. وفي الأسبوع الماضي قتل أكثر من 20 شخصا في قصف جوي على مواقع عسكرية قرب دمشق وجنوب البلاد، وحملت سوريا إسرائيل المسؤولية عنه. كما اتهمت دمشق إسرائيل بالوقوف وراء هجمات استهدفت مطار تيفور العسكري منتصف يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين الموالين لإيران. أما في 20 نوفمبر فأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية وصفت بواسعة النطاق، ما أسفر عن مقتل العشرات من المقاتلين السوريين والأجانب. وخلال الصراع السوري الذي أوشك على دخول عامه 9، تزايد نفوذ إيران في البلاد على جميع الأصعدة العسكرية والاقتصادية والتجارية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدا لها. طلب قيادي والمجلس العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري بتعزيز تواجد قواتهم في مناطق خط التماس مع الجيش التركي والفصائل الموالية له بريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الطبقة العسكري التابع لقسد جرى في مطار الطبقة العسكري في بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري لمناقشة آخر التطورات في المنطقة. في سياق متصل أكدت مصادر استمرار تركيا في استخدام أرتال عسكرية جديدة نحو الأراضي السورية، كما رصدت مصادر تمركزا لقوات تركية على بعض مناطق إدلب وريف حلب الغربية. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف سيجتمع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ميونخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. هذا وانتقدت وزيرة الخارجية الروسية بيانات أصدرتها أنقرة بشأن الوضع في إدلب السورية بعدما قالت تركيا إنها ستستخدم القوة ضد المقاتلين الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في المنطقة. في خطوة تعكس تخلي تركيا عن حلفائها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستستخدم القوة مع الجماعات المعارضة المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وفيما بدا أنه رد على الانتقاد الروسي لأنقرة، نقلت تقارير إعلامية عن أكار قوله إن تركيا ترسل تعزيزات إضافية لمواقعها في إدلب لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة وللسيطرة عليها. وهذه المرة تظهر تصريحات الوزير التركي لغة مغايرة تماما لتصريحات سابقة لرئيسه والتي اتهم فيها روسيا بارتكاب ما وصفها بالمجازر في إدلب، وهدد بضرب قوات الجيش السوري في كل مكان من سوريا في حال تعرضت القوات التركية المتمركزة في إدلب لهجوم جديد. واتهمت روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها مع موسكو بشأن سوريا وبزيادة الوضع في إدلب سوءا. وذكر الكرملين أن أنقرة أخفقت في تحييد المتشددين في المنطقة، وهو ما وافقت على القيام به بموجب اتفاق خفض التصعيد الموقع بين الجانبين عام 2018. وفي ديسمبر الماضي بدأت قوات الجيش السوري بدعم روسي هجوما واسعا على مناطق في إدلب وجوار تسيطر عليها هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذا، وهو الأمر الذي تسبب في توتر بين أنقرة ودمشق. ينضم إلي الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق للمزيد من التحليل والتفصيل. دكتور إبراهيم أهلا بك وتحياتي. إذن تصاعد إسرائيل هجماتها على أهداف إيرانية غالبا في الداخل السوري، هو محاولة يعني استمرار التوتر وتصعيد الأمور إلى أفاق أرحب، وبالتالي استخدام المزيد من العنف ومن عدم الاستقرار في الداخل السوري. كيف توصف الأوضاع التي تحدث الآن؟ يعني عمليا إسرائيل لا يحق لها أطلاقا
أن تقوم بمثل هذا الادعاءات والذرائع في الوقت الذي ما زالت تحتل الأراضي العربية السورية في الجولان المحتل، وبالتالي يصبح مشروعا أن نعمل ضد إسرائيل حتى تحرير الجولان بالكامل. وبالتالي كل دولة وحسب ميثاق الأمم المتحدة يحق لها أن تطلب على الأقل، أي دولة لها استعداد تقديم الدعم للجيش العربي السوري في حالة الدفاع من أجل تحرر أرض المحتلة من قبل الصهاينة. لذلك هذه الادعاءات حقيقة ادعاءات يعني ليس لها أي أساس واقعي، وإنما نظرا لخشية إسرائيل من تداعيات اعتداءاتها ليس فقط ضد الجمهورية العربية السورية وضد العراق وضد لبنان وضد هذه الدول. لذلك أنا أعتقد أن الآن إسرائيل تستبيح ليس فقط الأرض السورية وتستبيح الأراضي العربية، وإنما تستبيح القضية الفلسطينية بالكامل بعد صفقة القرن المعروفة. وهذا يدل بشكل قاطع أن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني لا يؤدي إلى تحسين سلوكه مع الجيران، وإنما إلى المزيد من الأطماع والمزيد من الاعتداءات، ولا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طيب يعني أين أيضا الدور التركي الذي يعني بدوره أو من جانبه يهدد هو الآخر بالتصعيد، يعني محاولة فتح الجبهات على سوريا من أكثر من نقطة وأكثر من اتجاه، وبالتالي يعني يبدو أن هناك خطة ترسم للمستقبل القريب. يعني تركيا لم تتوقف يوما عن العمل ضد سوريا والتآمر ضد سوريا كما هو معروف لديكم ولدى الجميع، وتركيا لديها مطامع جدية في سوريا، والمناطق التي تحدثنا عنها بالأمس معكم أيضا مناطق مراقبة خفض التصعيد تحولت إلى سكنات وقواعد عسكرية تركية بالكامل، وهي لا تقوم بمهمتها أطلاقا سوى بالمحافظة على هذه الأرض تحت سيطرتها وسيطرة المجموعات المسلحة التابعة لها. وبالتالي سيما أن هذه المجموعات لم تتوقف يوما عن توجيه صواريخها وقذائفها ضد الأحياء المدنية في حلب وفي العديد من المناطق في الغاب حتى في شمال اللاذقية. لذلك كيف يمكن يعني 1000 هجوم في الآونة الأخيرة قامت بها هذه المجموعات وسقط العشرات من المدنيين والأطفال والنساء، وبالتالي لا يمكن الصبر على هذه المجازر التي ترتكب وبات ملحا تحرير هذه المناطق من المجموعات الإرهابية. طيب وتزامنا عفوا دكتور إبراهيم، يعني وتزامنا مع الأحداث الجارية مؤتمر ميونخ للأمن، برأيك ما يمكن أن يكون محل نقاش بين وزير الخارجية الروسي ونظيره تركي على هامش هذه القمة وهذا المؤتمر؟ يعني من الواضح الآن الخلافات الروسية التركية حقيقة بدأت تتوسع أكثر فأكثر، ولا سيما أن تركيا بكل صفاقة تتهم الجانب الروسي والسوري وأنهم هم الذين يخرقون اتفاق سوتشي في الوقت الذي لم تقم بأي تنفيذ لهذا الاتفاق تركيا أطلاقا، بالعكس تقوم عمليا لخرق هذا الاتفاق ولم تلتزم به، وما زالت تحمي جبهة النصرة وداعش وجميع مجاميع هذه المجموعات الإرهابية، وبالتالي هذا مناقض لكل القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية. لذلك أعتقد تركيا أعتقد يعني لا يمكن أن يؤمن لجانبها إطلاقا. نعم مفهوم. عفوا لا خالص، وأشكر حضرتك على وجودك معنا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، شكرا لك. تسعى الجزائر إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية معتبرة أن غيابها تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب. تعالوا نتابع هذا التقرير. قبيل استضافتها القمة العربية المقبلة في دورتها 32، تمهد الجزائر لإنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة الجزائر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب، داعيا الدول العربية إلى الدفع نحو إعادة عضوية سوريا.
وكانت جامعة الدول العربية علقت عام 2011 عضوية سوريا بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس من العام نفسه، وبقي المقعد شاغرا في كل الاجتماعات عدا اجتماع القمة في مارس 2013، حيث شغل المقعد آنذاك رئيس الائتلاف معاذ الخطيب. وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال العام الماضي أثناء استضافتها القمة العربية في مارس 2019، ومنذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية في أغسطس 1962 بعد شهر من استقلالها، احتضنت الجزائر 3 قمم عربية بينها واحدة طارئة، وكانت آخر قمة عقدت في الجزائر في عام 2005. كلفوا وزراء الخارجية العرب بالتقدم. تواصلت المعارك بجنوب العاصمة الليبية طرابلس بين طرفين نزاع مخالفة ضحايا جدد، وذلك رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار وتعزيز الهدنة الهشة القائمة منذ الشهر. وعقب تصاعد حدة العنف في محيط العاصمة الليبية، أعلنت إدارة مطار معتيقة وهو الوحيد العامل في طرابلس تعليقا جديدا للرحلات، وذلك بعد سقوط قذيفة، في حين استؤنفت المعارك جنوب العاصمة، كما سقطت قذائف أخرى في أحياء سكنية ما أدى لمقتل سيدة وإصابة 4 من المدنيين. للمزيد ينضم إلي عبد الستار حتيت الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار أهلا بك ومرحبا. قرار صادر عن مجلس الأمن طلب بوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا، لكن على الأرض الأوضاع تماما مخالفة، بل على العكس تتصاعد في محيط العاصمة الليبية. كيف توصف ما يحدث، يعني هذا التضاد وهذا التنافر بين ما هو مفروض وما هو حاصل؟ أعتقد أولا أن هناك جماعات مسلحة داخل طرابلس لا تريد هدنة ولا تريد وقت لإطلاق النار. هي لديها يعني طموحات في أن يقوم المجتمع الدولي بإجبار القوات المسلحة الليبية على العودة إلى مواقعها قبل 4 أبريل الماضي، وهذا يعني عودتها لمسافة تصل إلى حوالي 1000 كيلومتر، وهذا أعتقد أنه أمر صعب مناقشته وتقريبا مستحيل من وجهة نظر الجيش الوطني الليبي. الأمر الثاني، هناك تيار فيه جماعة الإخوان الإرهابية وفيه تنظيم النظام الحاكم في تركيا، وفيه بعض الأطراف التي تريد أن تتسبب في إحراج الجيش الليبي وإظهاره بأنه لا يلتزم بالهدنة. هذا التيار يقوم بالإعاز للجماعات التي تعمل تحت إمارته لإجراء مناوشات وتحرشات بقواعد وتمركزات الجيش في طرابلس، وهذا ما حدث في رأيي خلال اليومين الماضيين. أيضا هناك جانب آخر مهم في رأيي يتعلق بالوضع الهش في العاصمة طرابلس، يتعلق برغبة بعض الأطراف في مواصلة الحرب والاقتتال سواء من جماعات إرهابية أجنبية أو ميليشيات مسلحة. طب أستاذ ستار، يعني بالحديث عما هو ممكن عمله سواء على المستوى الدولي، وأعتقد أنه المجتمع الدولي يعني سواء في مؤتمر برلين أو من خلال مجلس الأمن، يعني هناك ما يسمى بقرارات بشكل أو بآخر، لكن الأمور على الأرض تختلف، إذن كيف يمكن تحريكها؟ هل ترى أنه هناك أطراف إقليمية فاعلة قد تفعل شيئا في هذا الإطار، أم أنه يعني هو المكتوب أن تظل المعارك مستمرة، أن يظل الجيش الوطني الليبي في خضم هذه المعارك حتى وإن تحقق النصر على المدى الطويل؟ نعم، يعني هناك يعني قناعة لدى كثير من الليبيين أصبحت يعني تتزايد في الوقت الأخير، وهي أن المجتمع الدولي والأطراف الخارجية من الصعب أن تضع حلول جذرية للمشكلة في ليبيا، وأن الأمر يتعلق بالوضع الداخلي والمحادثات الداخلية والالتقاء ما بين الأطراف الرئيسية سواء كانت قبائل أو عسكريين أو قوى سياسية أو غيرها. وأعتقد أنه يلاحظ أن هناك زخم من الاجتماعات الاجتماعية والقبلية
تنعقد مرة في بني وليد ومرة في ترهونة أعتقد بعد بضعة أيام من الآن. كل هذه التحضيرات أعتقد أنها تشير إلى أن المجتمع الليبي، غالبية الليبيين، أصبحوا يعولون على أنفسهم أكثر مما يعولون على المجتمع الدولي، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يتمكن من حل كثير من المشاكل سواء في اليمن أو سوريا أو العراق أو غيرها. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. أعلن أحد المسؤولين الأمميين أن المتمردين الحوثيين تخلوا عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية في خطوة مهمة لحل أزمة هددت المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي واجه أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقال المسؤول في صنعاء إن الإدارة، إدارة الحوثيين، قررت في اجتماعها إلغاء نسبة 2%. كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للمتمردين الحوثيين يعتزم فرضها، ويحتاج أكثر من ثلثي سكان لمساعدات بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً. بدأت فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن منذ قليل والذي يعقد سنويا، وتتواصل اجتماعاته حتى الأحد المقبل بمشاركة شخصيات سياسية عالمية بارزة. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر في نسخته 56 موضوعات عدة، أهمها الوضع في ليبيا والأمن السبراني، التهديدات المحدقة بالسلم العالمي، كما ستتم مناقشة تغيير موازين القوة في العالم، هذا إلى جانب تكنولوجيا الأسلحة. تحية مجددة مشاهدي الكرام. إذن حول مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد سنويا والذي بدأت أحداثه منذ قليل وتابعناها مع حضراتكم على شاشاتنا على الهواء مباشرة، ينضم إلي جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في شأن الدولي. أستاذ جمال أهلا بك، كل تحياتي. يبحث مؤتمر ميونخ للأمن موضوعات مهمة للغاية، منها ما يخص الجانب الأوروبي بشكل يعني شكل خاص، لكن هناك أيضا موضوعات مهمة تتعلق بالمنطقة العربية، تتعلق بمناطق أخرى من العالم، بموضوعات الأمن السبراني وغيرها. كيف تنظر لأهمية أو أهم الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر ميونخ؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. يعني مؤتمر ميونخ طبعا إحدى المنصات الأمنية العالمية الهامة جدا، وتجمع أمني يمكن هو الأهم، ولكن أيضا يجب لفت الانتباه أن هذا العام ربما هذا الاجتماع لن يكون هناك توافق بين كافة الحضور، هناك اختلافات وتباينات كثيرة حتى داخل الكتلة الأوروبية نفسها والكتلة الغربية بشكل عام. نتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن بعض الخلافات داخل حلف الناتو، الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تفرض أجندتها على تحركات الناتو، وإلى ذلك أيضا الكتلة الشرقية في صعود، أيضا غياب الأقطاب الدولية متمثلة في روسيا في كرئيس، يعني الرئيس بوتين لن يحضر، وأيضا الرئيس الأمريكي لن يحضر، وأيضا الرئيس الصيني لن يحضر، وبالتالي أيضا هذا سوف يفقد بعضا من الأهمية للمؤتمر. ولكن
في مجمل الأمر طبعا هناك الكثير من القضايا سوف يتم بحثها على رأسها طبعا القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، وخاصة زي ما كنا بنقول هذه التباينات التي بين هذه الكتل الأكثر منها متعلق بقضايا الشرق الأوسط. فحتى الآن نتحدث عن اختلاف وجهات النظر حول القضية الليبية، حول القضية السورية، حول الكثير من الأزمات في هذا النطاق. وبالتالي من المهم أن تعرض الرؤى في محاولة لإيجاد تفاهمات معينة، ولكن يعني أنا أعتقد أن عفوا أستاذ جمال، يعني ربما لا يكون اهتماما كبيرا بالقضايا قدر الارتباط بمصالح الغرب بشكل أو بآخر بالمنطقة. نحن يعني كما نتابع الآن ننقل الأحداث على الهواء مباشرة، ما يدور على الشاشة هو منقول حاليا من ميونخ من مؤتمر الأمن. لكن دعني أسألك، يعني أوروبا يبدو أيضا أنها رغم كل هذه الخلافات تحاول أن تثور على أوضاع كثيرة منها، كما قلت غياب التوازن داخل حلف الناتو. هل تعتقد أن أوروبا تحقق مزيدا من القوة في المرحلة المقبلة، خاصة يعني مع اجتماع الآراء بشكل أو بآخر ربما تحقق توافقا مع الجانب الروسي بشكل يعني جانبي في المرحلة المقبلة، وبالتالي المزيد من مواجهة هيمنة الولايات المتحدة كما يسميها البعض؟ كيف ترى، هل أوروبا إلى انخفاض أم إلى صعود؟ اللي حضرتك بتشير لي غاية في الأهمية، ويعني هو في الحقيقة ممكن تلخيصه أن العالم من الممكن أن نقول أنه يشكل تكتلات جديدة. يعني نتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانضمامها لصف الولايات المتحدة الأمريكية، وتنضم إليهم اليابان أيضا وكندا في حلف اقتصادي جديد، يعني بتظهر بوادره، وظهرت بوادره من قمة G7 الأخيرة. وأيضا الجانب الأوروبي الآن أصبح يميل نوعا ما للكتلة الشرقية متمثلة في الصين وفي روسيا لإحداث نوع من أنواع التوافق الاقتصادي كمان، لأنه عاوز يعوض الغياب الأمريكي والغياب الإنجليزي. وبالتالي بالفعل نحن بصدد يعني تغيرات في المشهد بالتحديد الاقتصادي بتفرض تداعيات أيضا على العلاقات السياسية في الكتلة الغربية، وأيضا بعض من دول الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. وبالتالي احنا نتحدث عن تغيرات، يعني احنا في مرحلة ربما هي الأصعب في هذه الألفية، هي فترة في الحقيقة بتشهد الكثير من التموجات السياسية ومن التغيرات السياسية السريعة جدا، خصوصا في العلاقات الأوروبية خصوصا مع صعود التيارات اليمينية والتيارات الشعبوية. بنتحدث عن نمط جديد، بنتحدث ان ماكرون بيتحدث عن جيش أوروبي وبديلا للنيتو بصراحة، يعني يتحدث بشكل واضح واتهم حلف النيتو انه يعني فقد قوته. ما هو هذا الحديث وقع كصاعقة من السماء على الكثيرين، يعني لذلك هناك انتقادات قوية من الجانب الأمريكي، او نتحدث عن وجود خلاف حقيقي أمريكي فرنسي الآن. أكيد، لأن احنا بنتكلم إن زي ما كنت بقول لحضرتك إن الكثير يتهم حلف الناتو إنه يعمل لصالح الأجندة الأمريكية في المقام الأول، وماكرون يستشعر هذا ويريد أن يحافظ على مصالح أوروبا قبل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لا تعطي أوروبا قدرها كما كانت في الماضي. نتكلم على خلافات على صعيد المستوى التجاري، ترامب أصبح يفرض الكثير من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، ويحاول إرجاع الكثير من المصانع التي ذهبت إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجددا، وبالتالي العلاقات لم تبدو كما كانت. ومن ثم بنتحدث عن تغير أيضا سياسي وتغير أيضا في التوافق العسكري أو الأمني. وبالتالي ماكرون كان يعني ربما محقا في هذا، لأنه رأى أن حلف الناتو الآن أصبح يعمل بشكل كبير جدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في غياب البعد الخاص بأوروبا وتداعيات أوروبا، خصوصا أن هناك تهديدات كثيرة جدا الآن يعني بتهدد الجانب الأوروبي، خاصة ما يحدث في سوريا مثلا. يعني ما يحدث في سوريا الآن وتحرك الولايات المتحدة الأمريكية هو في الكثير من الأوقات هو لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فقط دون مراعاة الجانب الأوروبي وتدفق اللاجئين وتدفق الإرهابيين. شكرا جزيلا لوجودك معي جمال رائف، الكاتب المتخصص في شأن دولي. شكرا جزيلا. وأعيد تذكير مشاهدي الكرام بأننا نعرض على الهواء وقائع مؤتمر ميونخ كانت على الشاشة حتى اللحظة.
أطلع العراق الولايات المتحدة على مستجدات وجهود تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي، وذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين اليوم السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، وذلك وفق بيان للحكومة. هذا وقال نائب رئيس الوزراء العراقي إن تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب بكل مكوناته وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة يشارك فيها الجميع هي المبتغى. هذا وقد تواصلت المظاهرات في مدن عراقية عدة للشهر الرابع على التوالي اليوم. المظاهرات الاحتجاجية التي ينظمها الحراك الشعبي للشهر الرابع على التوالي بالعراق مستمرة في مطالبها بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية وتجميد الدستور وإخراج إيران وميليشياتها من العراق والإصرار على محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين بالإضافة إلى محاربة الفساد. تنسيقيات المظاهرات المتواصلة منذ أكتوبر وحتى الآن دعت إلى مسيرات احتجاجية داخل ساحات التظاهر ببغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والبصرة والناصرية وميسان وواسط للتعبير عن الرفض وإدانة استهداف وقمع المظاهرات والحث على تشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة. اللجان المنظمة للتظاهرات قالت إن تغيير هدف التظاهرات من إسقاط العملية السياسية إلى محاولة الإصلاح هو أحد خطط الأحزاب للالتفاف على مطالب الثوار الرئيسية، وأضافت أن الأشخاص الذين يدعون أنهم مرشحو المتظاهرين وقعوا ضحية لما وصفته بمؤامرة إيرانية وتوريط من أحزاب وميليشيات تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين. وقالت إن الإعلان عن ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة لا ينسجم مع مبادئ الثورة والقصد منه إيقاع الفتنة بين المتظاهرين. المتظاهرون توافدوا إلى ساحات التظاهر لدعم مطالب المتظاهرين والمشاركة في الفعاليات التعبيرية التي تشهدها ساحات التظاهر في مجالات الخطابة والشعر والرسم والفنون الأخرى، فضلا عن أسواق خيرية لدعم المظاهرات. وفي محافظة ذي قار طالب المتظاهرون باختيار شخصيات مستقلة لإدارة البلاد ومحاكمة قتلة المتظاهرين. طلاب الجامعات رددوا شعارات تعبر عن رفضهم لما قالوا إنه تبعية النظام الحاكم بالعراق لطهران. وفي المثنى اعتبر المتظاهرون تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة خضوعا سياسيا للإرادة الإيرانية، وعبر المتظاهرون عن طموحهم في شخصية مستقلة تتولى إدارة دفة الحكم بالعراق. واتهم المتظاهرون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بفرض علاوي على الشعب العراقي. ونظمت سيدات المثنى مسيرة أعربن فيها عن تضامنهن مع عائلات ضحايا مجزرة النجف. في المقابل انطلقت مسيرة كبيرة في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف لإحياء أربعينية أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية الذي قتل الشهر الماضي بضربة جوية أمريكية برفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طريق مطار بغداد الدولي. مشاهدي الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد، ولكن بعد أخبار الاقتصاد. حصيلة ضحايا فيروس كورونا تصل إلى نحو 1400 حالة وفاة، بينهم 6 من العاملين في الطواقم الطبية. دائما التحية مجددة مشاهدينا الكرام، أذهب مع حضراتكم إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام الدين عاطف. أهلا بك حسام. أهلا بك محمد، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات بالقرى وخاصة الأكثر احتياجا.
أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك في موازنة العام المالي المقبل. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي لاستعراض ومناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة. شعراوي أكد أن خطته تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي من خلال وضع قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية والبدء في تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المختلفة. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط. هذا المشروع الذي تم توقيعه مع شركة إيطالية هو الأكبر لتكرير البترول، يتم تنفيذه في صعيد مصر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، كما يساهم المشروع في تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات، كما أن هذا المشروع سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد. أكملت أول 10 رائدات أعمال مصريات دورة تدريبية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث حصلنا على برنامج شهادات مديرات الشركات. هذا البرنامج نفذه مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. عشر رائدات أعمال حصلنا على شهادات التخرج من برنامج جديد تابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تهدف لتعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع ريادة الأعمال. البرنامج نفذه مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. It's a very important celebration that we have today. احتفال اليوم الذي رعاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هام جدا. فاليوم تم تخريج 10 رائدات أعمال مصريات موهوبات، حصلنا على شهادات مديرات شركات، وقد تم تطوير هذا البرنامج من قبل مركز المديرين المصري بالاستعانة بمواد من مؤسسات التمويل الدولية. Now as you say investment is الآن الاستثمار هو الهدف الأساسي، وبما أننا مهتمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فنساهم بطريقتين. الأولى هي الاستثمار في القطاع الخاص، والذي يعد محل الاهتمام للبنك عن طريق البنوك المصرية. ولأن تمكين المرأة هدف تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فإن جميع مؤسسات الدولة تشارك فيه، ومن بينها هيئة الرقابة المالية. أعتقد الإجراءات اللي بتاخدها مصر نحو تمكين المرأة لها صدى مهم جدا في المجتمع الدولي، وده أعتقد اللي بيحصل النهاردة باعتبار أول دفعة يتم تخريجها بالتعاون ما بين البنك الأوروبي وما بين هيئة الرقابة المالية ممثلة في مركز المديرين المصري. أعتقد دي بتدي رسالة مهمة جدا على اهتمام الحكومة وعلى اهتمام الدولة بما يتعلق بملف تمكين المرأة. المشاركات في البرنامج أعربن عن سعادتهن بما حصلن عليه من تدريب متعمق حول الأدوار والمهام والمسؤوليات لقيادة مجالس الإدارات بالشركات. هم عاملين مجهود رائع أن يعيدوا أو يرجعوا تاني حوكمة الشركات في وجود سيدات أعمال، يبقى وجود الومن بورد يخليها مور فوربوليتد، تبقى المرأة فعلا ليها صوت مسموع في البورد. استفدت ازاي شركة عائلية تتحول لمؤسسة، استفدت ان انا هطبق الكلام ده اللي انا اتعلمته في العشرين كورس اللي اخدتها، ان الشركة العائلية بتاعتنا ما تبقاش قايمة على الفرد، تبقى قايمة على نظام مؤسسي. ويشار الى ان مصر عضو مؤسس في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ عام 2012 أكثر من 6.1 مليار يورو في 115 مشروعا مختلفا. ويعد البرنامج خطوة جديدة لتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، ما يعكس حرص الدولة من خلال المؤسسات المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا. أسمع حسن النيل. اتفقت وزيرتا التجارة والصناعة ريفين جامع والبيئة ياسمين فؤاد على تعزيز التعاون لتحقيق التوافق بين خطط التنمية الصناعية والمعايير البيئية. وخلال اجتماع بحث الجانبان سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية.
قرر وزير التموين علي المصلحي مد فترة التصفية الموسمية الأولى أو المعروفة بالأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 من مارس المقبل، وهي احتفالات عيد الأم، بدلا من انتهاء في 26 من فبراير الجاري. وألزم الوزير الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بها بيانا من الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة جديدة لمجموعة من أخبارنا السياسية مع الزميل محمد ترك. تفضل محمد. تحياتي حسن. أحضر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تطال ثلثي سكان كوكب الأرض، وقال إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس لكنها لن توقفه. في غضون ذلك أعلنت السلطات الصينية انخفاض حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد من 1483 حالة إلى 1380 حالة وفاة، وذلك بسبب تعداد بعض الحالات مرتين غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات. والمزيد هنا في هذا التقرير. طريقة جديدة في تحديد إصابات فيروس كورونا المستجد أعلنت عنها الصين، ما رفع عدد الحالات المصابة لديها بأكثر من 15,000 إصابة إضافية بالفيروس المستجد. هذا الرقم القياسي رفع حالات الإصابة بالفيروس إلى أعلى حصيلة تسجل خلال 24 ساعة منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. وأصبحت السلطات الصينية تحتسب من الآن وصاعدا الحالات المشخصة سريريا، حيث بات كافيا لديها تشخيص الإصابة بالفيروس بصورة شعاعية للرئتين، في حين كان لابد حتى الآن من إجراء فحص الحمض النووي. أما منظمة الصحة العالمية فلم تعبر عن قلقها من تصاعد عدد الإصابات الجديدة بهذا الرقم الكبير، معتبرة أنه لا يمثل تغيرا مهما في مسار تطور الفيروس. وأعلنت المنظمة أنها تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 كما أطلقت عليه المنظمة. وحتى الآن سجل نحو 99.9% من حالات الوفيات جراء الفيروس المستجد في الصين، بينما في الخارج لم يؤدي الفيروس سوى إلى وفاة شخصين، أحدهما في الفلبين والآخر في اليابان، فيما فرض لأول مرة حجر صحي في فيتنام في منطقة تقع بالقرب من هانوي. أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان أن الولايات المتحدة تعمل على تأمين سلامة وصحة كل المواطنين الأمريكيين على متن سفينة دايموند برينسيس التي تخضع للحجر الصحي بأحد الموانئ بالقرب من طوكيو بعد ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد على متنها. هذا وأكد السفير الأمريكي في طوكيو جوزيف يونغ أن الحكومة اليابانية تعمل بالتنسيق مع السفارة الأمريكية والفريق الطبي على متن السفينة لتوفير كل الإمدادات الطبية اللازمة. وأكدت اليابان حتى الآن إصابة 218 راكبا من أصل 3700 على متن السفينة التي ما تزال راسية قبالة الساحل منذ مطلع فبراير بعد فرض الحجر الصحي عليها بعد اكتشاف حالات بها. هذا وتم نقل الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات، وخمسة منهم في حالة خطيرة. بانوراما نيل ما يزال فيها المزيد مشاهدينا الكرام، ولكن بعد أخبار رياضة. بمناسبة عيد الحب، رسالة تأييد من طلاب تايلاند إلى الصين من أجل مؤازرتها في أزمة تفشي فيروس كورونا. يحتفل إذن العالم اليوم بعيد الحب وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وصعوبة السيطرة عليه، حيث تجمع الآلاف من طلاب المدارس في تايلاند للتعبير عن دعمهم للصين في مواجهة هذه الأزمة. حب من نوع جديد. وفي الفلبين استبدلت الشيكولاتة والهدايا بالأقنعة والقفازات وإرشادات الوقاية من الفيروس. هيمن تفشي فيروس كورونا على الاحتفال بعيد الحب هذا العام خاصة في قارة آسيا،
ففي الصين انطفأت الأنوار في كثير من مطاعم مدينة شنغهاي التي خلت إلا من العاملين فقط، فلم تشهد المطاعم هذا العام خطة إعداد قوائم خاصة أو حجوزات مسبقة بسبب تفشي الفيروس. عدد الحجوزات هذا العام صفر تقريبا بعد ظهور هذا الوباء فجأة. اتصل كثير من العملاء لإلغاء الحجز. أما في تايلاند فقد تجمع نحو 3000 طالب وبعثوا بقلوب إلى أشقائهم في الصين لمؤازرتهم على الاستمرار في مواجهة كورونا الذي يحصد أرواح الصينيين كل يوم. الطلاب والمدرسون تجمعوا وكتبوا على القلوب: الصين استمري في المقاومة. نريد أن نلفت انتباه العالم لما يمر به الصين حاليا، كما نحاول أن نعطيهم المزيد من الدعم حتى يستمروا في المقاومة. اقتران الفالنتاين بفيروس كورونا شمل أيضا الفلبين التي تبارى أصحاب المتاجر فيها على بيع أكبر عدد من صناديق عيد الحب التي اختلفت هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث لم تمتلئ الصناديق بالشوكولاتة وكروت المعايدة بل امتلأت بالكمامات والقفازات وكروت كتب عليها طرق الوقاية من الفيروس. أما في أوروبا وتحديدا في بلجيكا فاختلف شكل الاحتفالات بعيد الحب، حيث شهدت عرضا للأزياء المصممة من الشوكولاتة تحت اسم الحب والشوكولاتة، وقدم صانع الحلوى أشكالا كثيرة من الشوكولاتة على شكل قلوب، وخارج العرض شهدت شوارع المدن البلجيكية احتفالات تناثر خلالها اللون الأحمر ما بين هدايا وورود. إنه الحب في زمن الكورونا، وكان هذا آخر ما لدينا في هذه النشرة. لم يتبقى إلا استعراض أهم ما جاء بها. عقب ختام مفاوضات سد النهضة، واشنطن تصيغ الاتفاق في صورته النهائية لعرضه على مصر والسودان وأثيوبيا في غضون أيام. سقوط 7 قتلى جراء قصف صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. وبدء فعالية مؤتمر ميونخ للأمن لمناقشة قضايا السلم العالمي. في أمان الله على رأس الساعة، موجز لأهم الأخبار في أمان الله.